UNFM 91.2. Bill KO. صاحبتي سوار القاعدة معاها آثار، في خدمة ولا في دار ما عندي منها من نهرب، كارية معايا وعندي معاها 2000 حكاية، في بيننا كل حد على روحه حر، لين يجي راس الشهر ياخي المفاهمة مش هي، طلعت ياسر استغلالية. يا هيفوفة فيش تاكل؟ كسكروتة جادور. هذه الكلمات السحرية اللي خلتني من غير فطور. ليه ما نصدقش؟ بيتزا تعرف جيت في وقتها، وكان يا مكان للبيتزا في كرش مكان، في بالكم نرجع الفازة؟ ايه الحاجة اللي تشريها تخبيها وتبدأ هكا هكا بيها، دي حتى من القلوب يا ابو قلب تقشر وقدام التلفزة تلقاها وتبخل باش تعطيني معاها، وهو يصير ريتو قلبها قديش كبير. لا وشوف ديما الصدف، ساقيها على المرواح تخف، كان في وقت الفما حاجة تكون تخدم تجيني عجاجة، نقول ايه سوار اليوم مش في الداء، نهير باش ندلل روحي ونجيب احسن ما فما فطور. ايه في الريح ما فهمتش كيفاش بيا تطيح، ونلقاها في فم الباب تقول لي هيفا تاكل من ورايا؟ يا اخي احنا غرابة. تفضلوا خيتي تفضل، دي حتى كانت تشوفوني في جرتها نتسليت وصحتي وفات، وهي مصلي على النبي عمال تعبش حومات، وكان نحكي لكم على المصروف توصل شي راس الشهر تعمل لي ميتة بالشر. هاي فوفة والله ما عندي ملي باللي لميت وشي حق الكرام خلطت عليه، امانك هالمرة خلي عليك وانا نعدك الشهر الجاي نرجع فاستي. قلت هالمرة انت باك ثبتها، والشهر اللي بعده نفس العاملة عودتها. لا واللي فاتكم مغرب كنتش نتحمل في سيادتها، جاي صيفي والعيلة زادة جابتها. يا جماعة تعرفوها عاد هاي فوفتي، ايا من غير ما نوصيك عاد افرح بيهم. لا سي بون ديجا فرحوا بيا بالكبير، اوكي سيدي كجوادو كان سوار تخلي شوية هذا مقضاو حتى عليا، دي كان القاو راهم كلاوني وفي الفرجدير شاي ما خلاولي، واش نحكي لكم على الحركة وقضية الدار، اللي ياكل يمشي يتمد، وانا من كثر ما فرحت بيهم جهدي تهد، وما تخسر اللي عليا كان. هاي فوفتي لين حيك عليا، ما نعرفش من غيرك كيفاش نعيش. مالا حتى هي خلتني ريش، ولا انا على خاطرني نية في بالها عدتها عليا، يما عليها مش عليا، على خاطر من كثر الشي اللي على حد وزي وجيب بفرغ من جرة جوع هالعبيد، قررت مع الرقعة باش نلقى بقعة ونقلب هالمرة الموضوع، ان شاء الله حتى موت بالجوع الفايدة فازتي نرجعها، ونشوف ميها وين يصب ونتبعها. هاي فوفة افطرت؟ اي سيبون الحمد لله يا ربي. اوف خسارة حبيت ناكلو مع بعضنا. هاي فوفة جبتي حاجة تتاكل؟ ليه عاملة ريجي ومعيني في شي توا برا عاد، تشكون دبر عليك في هالحكاية؟ الساعة تايك طيارة ومش مستحقة، ما تلقى ما تعمل فيا قصدي في روحك. كملت بهذه الطريقة لنجارس الشهر، وحبيت نجرب فازتها ونشوف شنية حكايتها، قلت لها اهو جا الزمان اللي الكريم خلطت عليه، امانك خلص هالمرة ولا جيبون على برا. نعم عليه يا للا، بلكش جبتك ونسيتك، اش رابحة منك انا لا ماكلة ولا شرب، وكمل باش تسلي فلوسي ما عنديش. امانك يا اخي خلصت شوية انا وقاية ترجع الدين، مانيش نسيت رانيا. اكهو انتي اقعد ذلني بهالمزية اللي عملت هيلي، صحيح اصحاب وزمان ما فيهم شمال، قدكش جيعانة الحصيلة وبخيلة وطماعة، مانيش مخلصة واسمح كان خرجونا، بلاش منها السكنة خير، ملا حالة فيك بربي. ايه عندك الحق، بلاش منها السكنة خير، وكي الحكاية هكا وانا خاسرة في الشيرتين وعلى خاطر قلبي الكبير، هاني خارجة ومخليت هيلك وفوق منها احلى سوفينير. يصير على هاي فيصير بيل كاوو.